أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لقد كنت يوما على جنابة وصليت العصر وأنا أعلم أنني على جنابة، وذلك لأنني استحييت أن أقول لهم إني على جنابة، فما حكم صلاتي وما حكم حالي؟ صلاتك لا تصح أنت على جنابة، كنت جنبا فاتطهروا، صلاتك غير صحيحة. وأما أنك استحييت فلعل هذا يكون يعني عذر لك يخفف عنك اللوم. نعم، لكن الدين ما في حياء يا أخي، ما في حياء الدين، لا تستحي في أمور دينك. نعم، أحسن الله. الله لا يستحي من الحق. نعم، والله لا يستحي من الحق. نعم.